موجز الأخبار من المحور، أهلا بكم. عقدت الحكومة اجتماعها الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي الذي استعرض عددا من الملفات الداخلية وكذلك التحركات الخارجية خلال الفترة الماضية. وخلال عرض من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لاستراتيجية تطوير التعليم الفني ودور التكنولوجيا الحديثة في تطبيقاتها، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإنشاء المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية في التخصصات الصناعية والاستثمارية، أملاً في توطين الصناعات الكبرى لتصبح السوق المصري مفتوحة أمام الشباب المصري. وأوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة تجري مباحثات مكثفة مع بعض الشركات الأوروبية حول إنشاء مدارس فنية متقدمة في مجالات التعليم الفني، على أن تتم الدراسة فيها بمنهجية ستم. كما استعرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة خلال اجتماع الحكومة اليوم الإجراءات الصحية التي سيتم اتباعها للسماح بدخول الجهات الدولية إلى معرض الكتاب بالتنسيق مع وزارة الثقافة، والتي تضمنت السماح لمن لديه إثبات تلقي اللقاح عن طريق الكيو آر كود بدخول المعرض، فضلاً عن تقديم تخفيضات لطالبي إجراء تحليل بي سي آر. واستعرضت وزيرة الصحة موقف تقديم اللقاحات للمواطنين والطواقم الطبية، حيث وصل عدد مراكز تلقي اللقاح إلى 429 مركزاً، بالإضافة إلى إعداد مصانع الشركة القابضة للقاحات والأمصال فاكسيرا بمدينة 6 أكتوبر لتصبح أكبر مجمع لإنتاج اللقاحات في الشرق الأوسط وإفريقيا. أكد وزير الخارجية سامح شكري خلال كلمته في مؤتمر برلين الثاني على ثوابت الموقف المصري من ضرورة حماية سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ودعم تطلعات الشعب الليبي الشقيق. وكان سامح شكري وزير الخارجية قد أكد على أهمية إجراء انتخابات ليبية نزيهة وشفافة في 24 ديسمبر المقبل، وضرورة سحب المقاتلين والمرتزقة والأجانب والتعامل مع قضية الميليشيات، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر برلين الثاني المنعقد بالعاصمة الألمانية. بينما التقى وزير الخارجية بالدكتور جيرد مولر وزير التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية للتباحث حول العلاقات الثنائية الاقتصادية، كما قابل يان هاكر مستشار الأمن القومي الألماني للتنسيق حول الموضوعات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ضوء تقارب الرؤى بين الدولتين. عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة جلسة مباحثات موسعة مع وزير الصناعة والتجارة المغربي مولاي حفيظ العالمي عبر تقنية الفيديو كونفرنس، حيث أكدت الوزيرة أنه تم الاتفاق مع الجانب المغربي على تشكيل مجموعة عمل من وزارتي البلدين لحصر المعوقات والتحديات التي تعترض حركة التبادل التجاري والتعاون الاستثماري بين البلدين وإيجاد حلول جذرية لها في أسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أهمية تدشين آلية عمل ميسرة بين البلدين ترتكز على إجراءات واضحة وضوابط زمنية محددة لتسهيل نفاذ الصادرات المصرية للأسواق المغربية والصادرات المغربية للسوق المصرية. وأشارت الوزيرة إلى استعداد الوزارة لتقديم أوجه الدعم كافة للمستثمرين المغاربة الحاليين والجدد، مشيرة إلى حرص الوزارة على جذب المزيد من الاستثمارات المغربية للسوق المصري بمختلف القطاعات الإنتاجية خلال المرحلة المقبلة. ذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم أن الجهود المصرية نجحت في إطلاق نداء عالمي في مجلس حقوق الإنسان الدولي للقضاء على ظاهرة ختان الإناث حول العالم، حيث حظى البيان بدعم غير مسبوق من 136 دولة. يأتي ذلك على خلفية الأهمية التي توليها مصر للقضاء على ظاهرة ختان الإناث، واستكمالاً للجهود الوطنية ذات الصلة والتي توجت مؤخراً بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون لتشديد العقوبات ذات الصلة بجريمة ختان الإناث وتوسيع نطاقه ليشمل كل أشكال التحريض أو التشجيع أو الدعوة على ارتكاب الجريمة. وشدد المندوب الدائم لمصر في جنيف على الدور المهم للمجتمع المدني في هذا الصدد باعتباره شريكاً مهماً للحكومات يساهم في رفع مستوى الوعي بالأضرار الصحية والنفسية لهذه الجريمة ومعالجة ضحاياها، وكذا رفع الوعي بعواقبها للحد من انتشارها. يواصل الفريق الأحمر تدريباته اليومية على ملعب التتش استعداداً لمباراة الترجي التونسي المقرر لها يوم السبت المقبل على استاد الأهلي والسلام، وذلك بعد أن حقق الفوز بهدف نظيف في مباراة الذهاب بتونس
بما يستمر بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي بتجهيز لاعبيه فنيا ومعنويا استعدادا لمباراة الترجي التونسي السبت المقبل، وحيث طلب اللاعبين باللعب بكل قوة وأن يستمروا في تقديم الأداء الذي ظهروا عليه في مباراة الذهاب بتونس. وحرص موسيماني على عقد محاضرات لشرح الأخطاء التي وقع فيها لاعبو الأهلي في موقعة الذهاب برادس لمنع تكرارها في مباراة العودة بالقاهرة، وكذلك رفع معدلات أداء اللاعبين لتحقيق نتائج ترضي الجماهير المصرية.